اتهمت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالتواطؤ وغض الطرف عن جرائم تجنيد الأطفال التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية. ودعا وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح جديد الأحد إعداد قائمة سوداء بقيادات وعناصر الميليشيا الحوثية المتورطة في تجنيد الأطفال وإدراجهم في قوائم العقوبة. هذا وكان الوزير الإرياني يعلق على زيارة القيادية في ميليشيا الحوثي المدعو محمد علي الحوثي لأحد معسكرات تجنيد الأطفال في محافظة ذمار، وقال إن هذا المشهد يكفي لإيقاظ ضمير العالم الذي يغض الطرف عن جرائم تجنيد الميليشيا للأطفال الأكبر في تاريخ البشرية. وترصد تقارير أممية تجنيد ميليشيا الحوثي أكثر من 10,000 طفل منذ العام 2014 وحتى العام 2021. وقال التقرير الصادر عن المركز العربي مطلع هذا العام إن الميليشيا الحوثية تجبر الأطفال الذين تجندهم على القتال والتجسس وزراعة الألغام والعمل عند نقاط التفتيش. إذن وللوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد فهمي الزبيري مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء. نرحب بك سيد فهمي معنا في أخبار المنتصف. إذن ما زالت الميليشيا تقوم بهذه الجريمة، جريمة تجنيد الأطفال، ما هي الآن ربما آخر الإحصاءات؟ يعني التقرير الصادر عن المركز العربي يعني يتحدث عن يعني أرقام مفزعة، وما زالت الميليشيا مستمرة حتى الآن. هل هناك حتى الآن ربما يعني إحصائية حول عدد تجنيد الأطفال بالنسبة لميليشيا الحوثي؟ أسعد الله أوقاتكم. بالفعل ما تزال هذه الميليشيات تمارس انتهاكاتها الجسيمة ضد الطفولة في اليمن، وتستخدم المدارس وتستخدم المراكز الصيفية وتستخدم تستغل هذه النقودها وحتى المساعدات الغذائية تستغلها في تجنيد الأطفال ومقايضة المواطنين بذهاب أبنائهم إلى الجبهات. أعلنت وزارة الإنسان العام الماضي بأن أكثر من 30,000 مجند من الأطفال تم الزج بهم إلى جبهات القتال، وهناك المئات والآلاف من الأطفال راحوا ضحايا وقتلى بسبب هذه الميليشيات، ومنهم من شوهوا ومنهم من أصيبوا. اليوم أنا يعني هناك جرائم جسيمة تنتهكها هذه الميليشيات بحق أطفال اليمن الذي يفترض بهم أن يكونوا في مقاعد الدراسة وفي المدارس وفي الفصول الدراسية، لكنها تعبث بالتعليم وبالمناهج التعليمية وتمنع تقطع مرتبات المعلمين حتى يسهل لها الزج بهؤلاء الأطفال إلى الجبهات. وما تزال حتى اللحظة حتى في ظل الهدنة الأممية تستخدم الأطفال في التدريب وفي الأعمال العسكرية، سواء الأعمال العسكرية المباشرة وغير المباشرة، وهذا يعد من جرائم الحرب التي يجب محاسبة وملاحقة المجرمين والمتورطين في هذه الجرائم. يتم ذلك سيد فهمي الآن نهارا جهارا، يعني محمد الحوثي يعني يزور أحد المعسكرات لتجنيد الأطفال هكذا بلا خجل. طيب سيد فهمي، وزير الإعلام دعا إلى إعداد قائمة سوداء بقيادات وعناصر الميليشيا المتورطة في تجنيد الأطفال، هل باعتقادك سيكون لهذا النداء أو هذه يعني الدعوة من قبل وزير الإعلام أي صدى؟ بالفعل لابد من إعداد قائمة سوداء، وأصلا هذه الميليشيات هي ما تزال حتى اللحظة على قائمة العار والبلاك ليست لدى المتحدة من ضمن المنتهكين لحقوق الطفولة، ويعني لأنها ما تزال ومستمرة. وشاهدنا أيضا إضافة إلى مقاطع الحوثيين القيادات وهم يزورون معسكرات الأطفال، أيضا شاهدنا مقاطع فيديو انتشرت بكثيرة جدا وهم يدربون الأطفال على استخدام السلاح داخل الفصول الدراسية، وحتى المناهج الدراسية اليوم تدعو إلى العنف وإلى الذهاب إلى القتال وتدعو الأطفال إلى تمزيق النسيج الاجتماعي. نحن أمام كارثة حقيقية تهدد مستقبل اليمن. اليوم هذه الميليشيات تزرع يعني مفخخات يعني ستكون خطرا حقيقيا على أبناء اليمن،
على المدى القريب وعلى المدى المتوسط يجب الوقوف أمام هذه الكارثة لمنع يعني استخدام الأطفال في هذه الانتهاكات وفي هذه الجرائم والنأي بهم عن الصراعات السياسية والعسكرية. لكن هذه الميليشيات تستخدم أكثر من 70% من مقاتليها من الأطفال، يعني وصل بهم الحال إلى يعني أطفال في 11 وفي العاشرة يعني يقومون بالذهاب بهم إلى الجبهات. يعني أي يعني طيب إزاء هذه الكارثة السيد فهمي كما وصفتها، يعني ودائما حتى التقارير الدولية يعني توصف ما يجري حاليا من انتهاك للطفولة من قبل ميليشيا الحوثي، ما المطلوب الآن ليكون هناك تحرك دولي واهتمام بهذا الموضوع؟ ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ نعم، يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي لمنع هذه الميليشيات من تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، ومنع الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة ومنظماتها للأسف الشديد لهذه الميليشيات تحت غطاءات مختلفة، يعني تم تحت لافتة التجنيد، منع تجنيد الأطفال، وهم يدركون ويعرفون جيدا بأنها لا تستطيع التوقف عن تجنيد الأطفال كما يدعمونهم، يعني كما تدعم هذه الميليشيات بسيارات بمئات السيارات تحت لافتة نزع الألغام، وهم يعرفون جيدا بأن من يزرع الألغام في مختلف وعلى امتداد الأرض التي تسيطر عليها هذه الميليشيات هم ميليشيا الحوثي، يعني شيء واضح. يجب التوقف عن دعم هذه الميليشيات وممارسة. طيب قبل أن نختم معك سيد فهمي، هل هناك ضغط حكومي حقيقي يمارس حاليا يعني حتى على هذه المنظمات؟ هل هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للحكومة الشرعية؟ نعم، هناك ضغط من قبل الحكومة ويتم رفع تقارير عبر وزارة حقوق الإنسان، وأيضا هناك تحرك من قبل وزارة الخارجية والدبلوماسية اليمنية، لكن نتمنى مضاعفة هذه الجهود حتى يعني ترضخ الأمم المتحدة ومنظماتها لمطالب الحكومة اليمنية. نعم، مدير مكتب حقوق الإنسان في صنعاء السيد فهمي الزبيري، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.